خِرْفًا ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. صلاة الجمعة. ما أكبر فضل صلاة الجمعة التي أمرنا الله تعالى بها، حيث يجمع المسلم في المسجد ويسمعون إلى الخطبة التي تحمل التذكرة والموعظة الحسنة، ثم يصلون ركعتين جماعة خاشعين راغبين رضا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. وعن الحكم بن ميناء عبد الله بن عمر وأبو هريرة حدثاه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتين أقوام عن ودهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فالجمعة إلى الجمعة مكفرة للذنوب إذا اجتنبت الكبائر، إنها لنعمة عظيمة وفضل كبير من الله تعالى. على المسلم الفطن أن يغتنمه، ينتظر يوم الجمعة وهو في شوق إليه ليؤدي صلاة الجمعة ويسأل غفران الله ومرضاته.